لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة وبالهنا وبكل ما تتمناو يا رب. اليوم نهار جديد ووصفة جديدة، جبت لكم واحد دسغ اللي كنحضروه بالفواكه وبالفلون، كيجي منعش وبارد وصحي لرمضان. نتمنى يا رب يعجبكم. ودابا ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. دسغ على بركة الله غادي نبداو بالمقادير اللي عندنا، واليوم بنتي لالا بنتي نور باتول هي اللي غادي تعاوني وغادي توريكم المقادير اللي عندنا. هنا عندنا سكر، هذا عندنا ان بيسكوي اللي غادي ندقدقوه من بعد باش غادي نديرو به واحد الطبقة. هنا عندنا اللوز كاراميليزي الوسط، عندنا الزاموند إفيلي محمرين شي شوية، عندنا نصف لتر من الحليب، عندنا لبن مقطع رقيق، شوية ديال الكيوي مقطع رقيق، البنان حتى هويا مقطع رقيق، ورشيت عليه شوية سيترون باش ما يوليش لينا كحل. عندنا هنا ربعة ونصف ديال التفاح اللي بقاو لينا حتى هما قطعتهم نقيتهم وقطعتهم عليهم شوية ديال الحامض. عندنا هنايا فلون ان باكي دو فلون، وعندنا هنا معشوق الاطفال وكتحمق عليه بنتي الكراميل، صوص كراميل هذا باش غادي نزينو. ودابا غادي ندوزو باش غادي نوجدو هاد الدسغ ديالنا. ودابا غادي نحيدو هاد الشي اللي هنا باش نبداو الخدمه. غادي نحتاجو في الاول هادو ديال التزيين تنرجعو ليهم من بعد. دابا غادي نجيو باش نصاوبو الحليب ديالنا نطلعو الكريم. اول حاجه غادي نديرو غادي نديرو عندنا معلقه ديال مايزينا، نسيت ما قلتهاش لكم قبيله، حتى هي عندنا معلقه ديال مايزينا، هذه غير باش تجمع لينا الخليط. ماما نقدر ندير بحال اختي سيبا في التسميل؟ ايه بنتي تقدري، فهمتي. دابا غادي نديرو معلقة ديال السنيدة، كيفكم اليوم انا بنتي هي اللي معاوناني بغات تصاوب بحال واحد البنية متبعاها بنتي من المتابعين ديالها اللي هي بسمة صابري اوفيسيال قناتها زوينة تبارك الله ما شاء الله عليها وكتحفز الوليدات. يلا خلو طيب هنا 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 مثلا انا نحيل الحليب بشوية بشوية. يلا خلطي باش ما يدوروش لينا الحبيبات. نحطهم بنتي هنا قلبو. يلا
ودابا غادي نشعل نبط عليه ومع التحريك نخليه حتى يغلى، عاد نرجعو ان شاء الله. ودابا غادي نديرو هاد البسكوي، غديرو نور باتون غديرو هنا هادي تهدو شو واحد شوية باش تعطينا واحد طبقة ديال الكروكة. يلا صافي بارك عليه. يلا ودابا غادي نديرو واحد بلاستيك ديال الكونجيلاتور، غادي ناخدو حتى هاد هدا، غادي نديرو حتى هو تحاول انها تهرمش واحد شوية. غادي نمشيو حتى يتعقد لينا ونرجعو باش نشوفو شنو غنصاوبو ان شاء الله. من بعد ما غلى لينا هاد الخليط ديالنا غنخلوه هنا شويه يبرد لينا، ودابا نور الباتول غادي تبدا باش تصاوب لينا الدسير ديالنا. سمحي لي يلا. ودابا اش غنديرو؟ اول حاجه نور الباتول، غنديرو الشيشه ديال الليمون. يلا رشي ماشي مشكل ماشي مشكل، نديرو في الاول شويه ديال الفخاز. نديرو شويه ديال الكيوي، ندير شويه ديال الكيوي. نديرو شويه ديال التفاح. يلا مازال التفاح. نجيبو البنان، بنان دابا غادي نديرو شوية ديال البسكوي. اوبس نغطسي باش يعطينا شويه لو كروكون.
غادي نديرو شويه عاود ديال اللوز، فوالا قربي قربي عفاك انتي، كم هنايا هكا الوسط ونعاودو مرة أخرى ندير الفخيز، فخيز نو نو يلا ديري ديري كلشي يلا حسو فوالا فخيزة جيدة ليا. شكون خصك دابا؟ ها؟ شكون اللي خصك دابا مع الفخيز؟ كيوي. يلا من بعد هبهم ماشي مشكلة ماشي مشكلة. نكملو هكا قالت لينا هادي من بعد غنديرو البسكوي البسكوي بقى عندنا واحد شويه الفخيز نديرو حتى هو ما نضيعوش حتى هو ما نضيعوش يلا ديال البسكوي اللي بقى لينا هو ما نضيعش البسكوي عشان ندير كي انا حتى نهار السنة اللي فات ودابا انا بنتي نخوي لك هذا غدا ومن بعد نخوي وهاد الخليط ديالنا ديال الفلان مايزينا والحليب بالنسبة لهادو زوينين كاينين اللي صحي وكاينين اللي صحي ودابا غادي نخليوها هكا واحد شويه على ما يبرد لينا واحد شويه وغادي نغلفوه ما نديروش هذا لا صافي العفو غنخلوه واحد شويه على ما يبرد لينا غير واحد شويه وغادي نغلفوه بابي اليمونتير وغادي ندخلوه للثلاجه حتى يبرد لينا واحد خمسة او لا ما بين 4 5 السوايع على ما يشد راسو مزيان ونرجعوا باش نديروا ليه باش نديروا يعني نزوقوه ونشوفوا النتيجه النهائيه ديال هاد الدسغ اللي درنا اليوم ومن بعد ما ديمو لينا
لو فلون ديالنا اللي فخوي ها هو، ودرت واحد اخر ها هو هنا هي كيف ما كتشوفوا هنا درته بالفاني، لان كاين اللي ما تيبغيش الفلون كراميل، درت هذا بالفلون فاني. ودابا مور الباتول هي اللي غادي تسوق لينا وغادير لينا الشكل النهائي ديال هاد الفلون. هنا باش يبان ليك بعدا ليك هذا. يلا حطيه هنا هيك حتى شو كده. يلا صوبي الاخر، ديروا على هاد لي بيبين ديال الشوكولا بالبيض و بيض ديال لاموس في البيض، لان هي كيعجبها. نشوفو دابا الاخر، نزوقو الاخر. هنا الكراميل، نعاونك دروكا غنديرو هادو زعما فيلي. تيجي مقرمش وزيس ليا وهذا هو الشكل النهائي ديال الدسر ديالنا اللي صوبت لينا لالا بنتي نور البتول. وبصراحة كنتمنى يعجبكم وديروا لينا لايك بزاف واشتراك وتفعلوا الجرس.